الموافق للسادس والعشرين من شهر ابريل لعام 2015 لنلتقي في احدى الاشواط واول اشواط هذا المساء من هذا المهرجان الخاص لختامي الوثبة كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة للثنايا لأصحاب السمو الشيوخ. انطلق على بركة الله وتوفيقه من نقطة البداية 8 كيلومترات. انطلق الشوط الأول، انطلق الشوط الكبار، بدأت معركة من معارك الوثبة. انطلق شوط الثنايا الرئيسي والكأس الذهبي إضافة إلى $500,000 التي تنتظر واحدا من بين هذه الأسماء التي أعلنت عن البداية وأعلنت عن الانطلاق عبر القنوات الناقلة لهذا المهرجان، قناة ياسر الرياضية وقناة دبي ريسنج وقناة البدع وقناة الواحة الناقلتان لهذا المهرجان الذي يشهد هذا الحضور الكريم الذي يشهد دائما وأبدا هذه الرعاية الكريمة من سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن العربية الأصيلة. مرحبا بهذا الحضور السامي، مرحبا بحضورك أبو حمدان. كذلك نرحب بسمو الشيخ إذياب بن سيف بن محمد محمد آل نهيان المتابع حفظه الله لكل ما يدور داخل أرضية هذا الميدان من تحديات في عاصمة الميادين. ترحيبنا مستمر كذلك بسمو الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان المتابع لانطلاقة شوط الرمز الغالي، المتابع لانطلاقة أشواط الرموز، بداية مع الكأس الأولى التي أعلنت عن الانطلاقة الأولى شوط الإبكار الرئيسي ومقدمة الشوط المقدمة مع انطلاقة شوطنا الرئيسي الخاص بالكأس المفتوح لافية لافية مسيطرة مع المركز الأول لحجن الرئاسة لفت على المركز الأول لافية من أجل الفوز لافية من أجل الانتصار لحجن الرئاسة يقدمها المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي أول الخاطفين لأول رموز أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقاية عندما قدم لنا إنذار مقدما للافية مع المركز الأول. المركز الثاني المركز الثاني يأتي دور مساحة مع المركز الثاني القادمة والمتقدمة أيضا بشعار هجن الرئاسة المميز في التضمير مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي مقدم لمساحة مع الخطر الحمر ينطلق في هذا المساء. المركز الثالث إمبراطورية العاصفة تتقدم مع ريماس اعتاد الواثق على انتزاع الكاس مقدما لريماس لهجن العاصفة مع المركز الثالث الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير في عملية التضمير. المركز الرابع القادمة شعاع لهجن الرئاسة علي بن جميل الوحيبي الظافر في التضمير متقدما مع المركز الرابع. المركز الخامس اللي وصلت هنالك بشعار هجن الرئاسة وانطلقت منه لهجن الرئاسة مبارك بن احمد بن مايد الخيالي من وته الفوز وانتزاع الناموس واختطاف اللقب وانتزاع الكاس في اول الاشواط لهذا المساء. العودة الى مقدمة الشوط، العودة الى لافية لافية اللي ضيفه على المركز الاول لافية على المقدمة لافية على الصدارة. يا مرحبا بلافية واللي لفت
وشعارها يوم لفة مع المركز الأول مقدم لنا لافية مع هجن الرئاسة المضمر المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي المميز بو أحمد في عالم التضمير يقدم لنا لافية مع الحمر يقدم لنا مساحة مع الخطر متقدما هذا الشعار مع المركز الأول ومع المركز الثاني إمبراطورية العاصفة تأتي مع المركز الثالث كما قدمت لنا أسماء قوية كانت حاضرة وخاطفة للرموز عندما قدم لنا صداع مع العاصفة وهجنها يتقدم الواثق ومقدم لنا ريماس لهجن العاصفة مع المركز الثالث المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن قدير في عملية التضمير والمتابعة المركز الرابع اللي وصلت منوه منوه هي القادمة عزيز وشوفتك منوه وصلت في هذه اللحظات منوه يبيلها متابعة يبيلها مراقبة منوه مع المركز الرابع ونحن نقطع نصف المسافة 4 كيلومترات قضيت ونصل الى 4 كيلومترات المتبقية عن الفوز وعن الناموس من ومع المركز الرابع لهجن الرئاسة مبارك بن احمد بن مايد الخيالي في التضمير المركز الخامس هنا مع المركز الخامس تأتي شعاع ايضا لهجن الرئاسة والمضمر الظافر بوسعيد علي بن جميل الوهيبي مع المركز الخامس يلا يا ابو سعيد اسعدنا في هذا المساء جملنا يا ابن جميل وانت دائم مجمل مع اخوانك المضمرين العودة الى مقدمة الشوط العودة الى مساحة مساحة مع المركز الاول سيطرت على الساحة انطلقت مع مقدمة الشوط مساحة لهجن الرئاسة المضمر المميز مبارك بن احمد بن مايد الخيالي المميز في التضمير تاخذ المساحة مساحة مع المركز الاول ام هنا مساحة مع مقدمة الشوط بينما اللي وصلت اللي حضرت منوتها الفوز وامنياتنا ترافقك يا منوه وترافق كل المشاركين منوه هي القادمة مع المركز الثاني لهجن الرئاسة مبارك بن احمد بن مايد الخيالي في التضمير في الاهتمام في العناية من اجل الفوز من اجل الذهب المركز الثالث شعاع مع المركز الثالث ايضا لهجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي في التضمير الظافر في التضمير والمتابعة بوسعيد ريماس مع المركز الرابع لهجن العاصفة يقدمها الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الخامس القادمة هنالك اشواق مع المركز الخامس ايضا لهجن الرئاسة ويقدمها المضمر مبارك بن احمد بن مايد الخيالي يا مبارك الكاس بانتظارك الذهب بانتظارك اللقب بانتظارك هنا المركز الاول هنا منوه ما زالت منطلقة مع المركز الاول مع الرمز الغالي مع الناموس الاغلى مع الشعار الاغلى والاغلى والاغلى متقدما مع منوه مع هذا الحمر مع هذا الخطر اللي يسر النظر ممتع لكل البشر مع المركز الاول انطلقت منوه لهجن الرئاسة مبارك بن احمد بن مايد الخيالي يأتي دور مساحة مع المركز الثاني القادمة بكل قوة لهجن الرئاسة مبارك بن احمد بن
المايد الخيالي المركز الثالث شعاع ايضا لهجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي المركز الرابع يأتي دور ريماس لهجن العاصفة امبراطورية العاصفة خطيرة جدا ودائما ما تكون حاضرة بالمواعيد يأتي الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الخامس القادمة هنالك اشواق مع المركز الخامس ايضا لهجن الرئاسة مبارك بن احمد بن مايد الخيالي مسيطر بو احمد مسيطر المميز مع المركز الاول ومع المركز الخامس المنعطف الاخير المنعطف المثير المنعطف الخطير منعطف لك يا المميز منعطف الحقيقة وبعد ذلك تبان النتيجة ومن اللي مسيطرة مع المركز الاول مسيطرة بالرقم واحد انطلقت مع المميز انطلقت مع الحمر تواجدت مع الخطر انه الحمر حمر 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 خطر 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 ممتع للنظر ما زالت منوة الكاس يقترب الذهب يقترب المميز مبارك بن احمد بن مايد الخيالي راح مع منوه والظافر علي بن جميل الوهيبي يتذكر الانجازات يتذكر الماضي يتذكر التاريخ المشرف يتذكر زاخر ويقدم لنا شعاع لهجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي الذهب بالانتظار الذهب بالانتظار ومنوه وشعاع شعاع ومنوه ولكن منوه مع مقدمة الشوط الظافر بوسعيد يشكل الخطر مع الحمر ولكن رجل الامتار النهائية المميز مبارك 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 يبقي الرمز في دارك يا سيدي بو سلطان يبقي الرمز في دارك يا سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظك الله ورعاك يا سيدي الكاس الذهبي يظل في قلبي يظل مع المميز يظل مع مبارك رحمك الله يا زايد رحمك الله يا زايد أطال الله في عمرك يا خليفة القائد تهانينا لهجن الرئاسة تهانينا للمميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي المركز الثاني شعاع لهجن الرئاسة مع علي بن جميل الوهيبي وثالثا مساحة لهجن الرئاسة مع مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي رابعا ريماس لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير خامسا أشواق لهجن الرئاسة مع مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي إذن متابعين الكرام في كل مكان الرمز الأول والكأس المفتوح مع المميز روح ولهجن الرئاسة في هذا المساء تهانينا لهجن الرئاسة ويسرني ويشرفني أن أهني معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار فوز هجن الرئاسة بالرمز الأول وتهانينا أيضا لسمو الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان ومحبي هذا الشعار وعاشقي هذا الحمر الخطر وعاشقين للمميز يا زنبارك بن احمد بن مايد الخيالي من قدم منوه وحققت مرادها ومناها باختطاف اللقب التوقيت يا مخرجنا العزيز اسامه الهواري لك التحيه والاحترام هنا 12 دقيقه 39 ثمان اجزاء من الثانيه لحظه وصولها الى خط النهائي من مسافة 8 كيلومترات وثاني المراكز شعاع لهجن الرئاسة تهانينا ايضا للظافر علي بن جميل الوهيبي وتوقيتها الزمن 12 دقيقة 43 بدون اجزاء من الثانية وثالث المراكز وصلت
مساحة مع المركز الثالث لحجن الرئاسة والثانية للمميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي على فوز مساحة في المركز الثالث وتوقيتها الزمني لحظة الوصول 12 دقيقة لا شك بذلك حاضرة مع المركز الثالث ونحن نصل تقريبا إلى 13 دقيقة حتى هذه اللحظة وصاحبة المركز الثالث بالفعل تجاوزت 13 دقيقة وثانية وأربع أجزاء من الثانية شعاع لحجن الرئاسة أما الساحة لحجن الرئاسة تانينا للجميع والناموس عبد الرحمن أحمد أمين له الكلمة. التحية أجددها أيضا بدوري مشاهدينا متابعينا الكرام شكرا للزميل نايف بسعود البلوي أيضا من خلال البداية الأولى في الكأس الأولى التي بدأت هنا لونها لون الحمر الخطر وحققت منوة الانتصار في أول كؤوس هذه الأمسية الخاصة بسن الثنايا ومنافسات الثمانية كيلومترات التي تعلن انطلاقها هنا بالشوط الثاني والخاص أيضا بالزمول المفتوح والصراع على الشداد الذهبي في انطلاقتها.